أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بدلا منه. غرد ترامب على تويتر موجها الشكر لتيلرسون قائلا إنه أدى عملا رائعا. وكان تيلرسون وهو مدير سابق لشركة إكسون موبيل النفطية قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.